أو نقل عن مواقع إلكترونية من بينها صحيفة شوت الإلكترونية أن مباراة الاتحاد التي جمعته مع الأهلي في الناشئين شهدت دخول مكبرات الصوت على الرغم من الأحاديث التي دارت مؤخرا في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وأيضا اللقطات التي ظهرت لدينا في نقل هذه المواجهة كشفت عن أن مكبرات الصوت تواجدت في المدرجات على الرغم من كل الأحاديث والتعاميم التي صدرت والبيانات التي صدرت مؤخرا عن الاتحاد السعودي بمنع مكبرات الصوت.